السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حاد وجاد. دعوني في البداية أقدم لكم كلمات من وحي المذبحة المروعة التي راح ضحيتها مصريون على أيدي مصريين، ومن وحي غياب العقوبات حتى الآن في كارثة بورسعيد. كلمات عنوانها يا ريتني كنت ضرير. بالطبع لا يتمنى المرء ضياع البصر إلا إذا كان ما يراه أكثر ألما. يا ريتني كنت ضرير، لا لي عين ولا لي قلب ولا لي عقل، لا أعرف منين جيت أو فين ألاقي أهل، لا أعرف إذا كنت بني آدم أو لي أصل. يا ريتني كنت ضرير، مش عارف ليه ما بشوفش ولا ما اسمعش، مش عارف ليه ما بحسش ولا ما فهمش، عايش أنا أو ميت في دنيا ولا في نعش. يا ريتني كنت ضرير، الوشوش كلها عندي شكل واحد ولون واحد، مسلم أو مسيحي دينهم دليهم الرب واحد، الغني زي الفقير والراضي زي اللي جاحد. يا ريتني كنت ضرير، ولا عيش حرقة الفرقة بين ابن البلد والعسكر، ولا شوف مين بيسجد لله ويشكر ومين بيسكر، ولا يستوي في بلدنا مين بيسرق ومين بيسهر. يا ريتني كنت ضرير، أعيش وموت تايه في الأرض جاهل ومجهول، لا شوف الباطل بعيني ودراعي عنه مشلول، ولا حد يكرهني لكلمة قلتها يفضل شايل ومغلول. يا ريتني كنت ضرير، ولا شوف اللي بياخد فلوسنا يدوسنا يلا السلامة، ولا اسمع عن حد ياكل من ناس حقوقها ويا الكرامة. 30 سنة ظلم حاكمنا ولا حكم علينا ولا غرامة. يا ريتني كنت ضرير، وما يخطرش على بالي في يوم لعبة اسمها كورة عشانها ناس تموت يفضل لنا منهم نشيد ويا صورة، يخرج حر يطلب قصاص ترد برامج بالكذب محشورة. يا ريتني كنت ضرير، ولا يجيلي يوم رضي أشوف المصري الأخ بيقتل أخوه، ولا أسمع غنى الوحوش واقفين فوق الضحية بيسمعوه، ناس ولا كفرة يهللوا ويرقصوا على جثة قتيل قتلوه، على جثة قتيل قتلوه. وقبل الدخول في مقدمة الحلقة أشير إلى خبر طازج من أمستردام، وهو خبر يعكس الفارق بين شرطة هولندا المحترمة التي تردع المشاغبين من مواطنيها لتحمي ضيوفها، وبين شرطة مدينة بورسعيد المتآمرة التي سهلت ويسرت ومكنت القتلة من جمهور المصري لذبح ضيوفهم من جمهور الأهلي على مرأى ومسمع من الملايين بلا أي اعتبار للإنسانية ولا للمهنية ولا لصورة مصر في العالم. اليوم وقبل ساعات من انطلاق مباراة أياكس في ملعبه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في مدينة أمستردام، اعتقلت الشرطة الهولندية 76 مشجعا هولنديا، والعنوان كما ترون الآن على الشاشة ديتينيدوس 76 إنشاس ديل أياكس إن فيسبيراس ديل بارتيدو، اعتقال 76 مشجعا من أياكس قبل مبارته. تم اعتقالهم في ميدان ماري هاينكن في وسط المدينة لحملهم ألعاب نارية يعتزمون استخدامها ضد ضيوفهم من جمهور مانشستر. التصرف الحكيم المحترم من شرطة هولندا غير المتآمرة، أحكم الأمن في الملعب
وانتهى اللقاء بفوز الضيوف مانشستر يونايتد 2-0 في دوري أوروبا دون أي حادثة شغب. متى نثق في شرطتنا في مبارياتنا في المستقبل؟ أو أن نستورد شرطة من هولندا لمبارياتنا المحلية؟ عموما الأيام تتسارع والقصاص لا يزال حلما وكلاما، والأقلام تتصارع، القتلة يعيشون بردا وسلاما. بعد مرور 15 يوما لا وجود لأي بوادر أو مؤشرات لنتائج أو متهمين في جريمة بورسعيد الشهيرة التي شهدت سقوط أكثر من 150 ضحية من جماهير الأهلي، نحتسبهم عند الله شهداء على أيدي مجموعات من القتلة من جمهور النادي المصري. التباطؤ يثير الشبهات، خاصة وأن عددا غير قليل من المتورطين في المذبحة يحتلون مناصب كبرى في المجتمع، لا سيما من القيادات في وزارة الداخلية. ترى هل أصبح الدم المصري رخيصا إلى هذا الحد؟ المهمة الرئيسية للقيادة السياسية في أي بلد هي حماية مواطنيه، والقيادة في مصر لابد أن تحمي المصريين قبل أن تبحث لهم عن طعام أو شراب، قبل أن تهتم بتعليمهم أو مسكنهم، قبل أن توفر لهم عملا أو طريقا. المهمة الأولى التي تسبق أي مهمة أخرى للحكومة، أي حكومة، هي الحفاظ على حياة مواطنيها، لا سيما إذا كانوا من المسالمين العزل الموجودين على أرض الوطن. المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤول عن تسيير شؤون البلاد لم يتحرك حتى الآن في اتجاه استعادة القصاص، ولم يطمئن الملايين من المكلومين على إجراءات القصاص. حكومة كمال الجنزوري لم تصدر تعليقا أو بيانا واحدا عن الكارثة طوال الأسبوعين الأخيرين. إلى أين وإلى من نتوجه بسؤالنا وشكوانا؟ مسيرة جماهير الألتراس ذهبت أمس في القاهرة من مقر النادي الأهلي إلى مقر النائب العام، كانت سلمية ونموذجية للتأكيد أنهم جديرون بوقوف الجميع بجانبهم لاستعادة حقوق زملائهم من ضحايا المذبحة. نحن لا نطالب أبدا بحقوق لنا، ولا نبحث يوما عن مال أو عن سلطة. كل ما نريده هو العدل،